شاب خلوك خريج جامعة خضوري مهندس وله محل في برطة، إلا إنه العدو كنصه، وشاب خلوق مجامل مجتمع اجتماعي وشخصية بارزة بزور كل الناس والعائلات، وإحنا بنحتسب عند الله مثله مثل أهل غزة. شاب هذا مش أغلى من أهل غزة، هذا شاب من أهل غزة، والحمد لله رب العالمين. هذا أكبر حقد، حقد عدو حاقد على الحجر والشجر والبني آدم، والحمد لله رب العالمين نحتسب عند الله شهيد. وحنا بنقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ابننا مش أغلى من أهل غزة، إحنا بنشرب مي وهيات، لكن الناس يدفنوه هناك بالجراف بدفنوه، واليهود بسرق جثامينهم، وبنقول لا حول ولا قوة إلا بالله.